كلمة على المقابلة. الحمد لله العمل ديالنا طيلة السنة ما مشاش هباء منثورا، وإنما تسوج بهذا اللقب ديال كأس العرش اللي هو الكأس الغالي على كل مغاربة، وكان بإمكاننا الفوز التام بالبطولة يعني الازدواجية. للأسف كانت أمور خارجة عن الإرادة ديالنا، والحمد لله كي شفت المقابلة انتهت التعادل تلا أشواط المقابلة، وفي الأشواط الإضافية استطعنا أنه الفريق اللي يعني انتصروا بالتجربة بالنصائح ديال الدراري اللي كيسمعوا الحمد لله، رغم كثرة يعني العقوبات ديال الورقة الحمراء، يعني الحمد لله عندنا ترسانة بشرية كاملة. وتنشكر جميع اللاعبين على الروح القتالية طيلة المقابلة، وتنهني كذلك وداد السمارة على المقابلة ديالهم اللي داروها كبيرة. ايوا كي تشوفوا المستوى ديال كرة اليد راه تتبان لكم، كيبان لكم في هذه المقابلة يعني أحسن العناصر، وفي مقابلة ديال البارحة ديالنا مع الاتحاد النواصر، وكذلك المقابلة ديال وداد السمارة يعني مع طلبة تيتوان، يعني أحسن الفروق، بإضافة كذلك الفريق الجيش الملكي والهلال الناظور، يعني كاين فروق الحمد لله اللي هي في مستوى عالي، وإلا مشينا في هذا المسار غيكون التطور ديال كرة اليد الوطنية. ايوا الشكر جميع المكونين ديال النادي اللي ساهموا في هذا التتويج، ماشي انا بوحدي كوخان انه كمدرب، يعني هذه المهنه المتاعب طيله السنه من شهر سعود، وتنشكركم ك القناه تي في الدار البيضاء على التتبع ديالكم وعلى الاهتمام ديالكم طيله هذا في هذا المشوار هذا ديال كاس العرش.